انا دي من 3 4 شهور كانت قناه تحليل ماتشات، من شهرين لحد دلوقتي بسم الله ما شاء الله شغالين احوال مدنيه وشغالين جواز وطلاق، والدنيا بالنسبه لنا هنا الحمد لله ما لحقناش الترند بتاع الشناوي وطلاق الشناوي، بس الحمد لله جالنا جباسكي. يعني كنت عامل فيديو من شويه بتكلم فيه عن لعيبه منتخب مصر ما حدش عارف، المهم من الاعلام وبسم الله ما شاء الله منورين في كل حته، تفتح التلفزيون تلاقيهم موجودين. انا ما بتكلمش عن نفسي، انا بتكلم عن الناس اللي بتتفرج على التلفزيون المصري، لان حضرتك الشخص اللي قدامك ده مستعد يتفرج على كروكو نو باسكت الثلاث مواسم وما يتفرجش على حلقه منى الشاذلي ابو جبل، او مع احترامي يعني لمنى الشاذلي ابو جبل، انا ما اتفرجش على التلفزيون المصري بقالي سنين بصراحه، ممكن اضيع وقتي في انمي بس ما اتفرجش على التلفزيون المصري، بس بتوصلني كل حاجه عن طريق صفحات السوشيال ميديا، وبقعد اسمع كلام غريب جدا، كلام ما بيعجبنيش، ما بالك بقى لو اتفرجت عليه كفيديو. بس انا بصراحه يعني حاسس ان في ناس فاهمه القصه غلط قوي، يعني في ناس كتيره جدا متحامله على منى الشاذلي وبتقول ان هي بتوقع الناس في بعض. عايز اقول لك او اقول لحضرتك ان محمد ابو جبل ما كانش بالشهره اللي انت متخيلها دي قبل كاس الامم الافريقيه. محمد ابو جبل اساسا كان حارس احتياطي في نادي الزمالك اثناء انضمام المنتخب مصر علشان يكون حارس احتياطي لمحمد الشناوي. اه والله بجد، يعني محمد ابو جبل ما حدش عارف ان هو متجوز اميره جزائريه بجد والله بجد. يعني اللي ليهم علم بالقصه هم اخواننا الجزائريين اكتر مننا، يعني هم اللي عارفين اكتر مننا ان محمد ابو جبل متجوز جزائريه. انا عن نفسي والله العظيم اول مره اعرف اثناء البطوله ان جبل متجوز اساسا. انا مش مهتم، احنا جايين نلعب كوره ولا جايين نشوف ده متجوز ولا ده مطلق ولا الدنيا بالنسبه لنا رايحه وجايه منين؟ ابو جبل لما اتسال في برنامج منى الشاذلي رد غبي شويه، اللي هو في شويه مشاكل بس، ده الرد اللي انا فهمت ان ابو جبل رده. وبعد كده مراته مسكت الحته بتاع الرد دي وقالت لك ان هو بيرد رد بيدل على ان هو مش ذكي، وفعلا هو مش ذكي، يعني هو رد مش ذكي. هتقولي هو ازاي بيدخل حياته الشخصيه في برنامج؟ عايز اقول لك عزيزي ان ابو جبل بسم الله ما شاء الله بيلعب كوره بقاله حوالي كده 10 12 سنه، ال 10 12 سنه دول عايز اقول لك عزيزي ان الاسبوع اللي فات تقريبا كده ابو جبل لم فلوس، يعني بسم الله ما شاء الله لم فلوس اكتر من ال 10 12 سنه اللي لعبهم اساسا بجد والله. يعني تخيل انت لفته على البرامج الاربع ايام دي بال 12 سنه اللي هو لعبهم كوره. فابو جبل حياه شخصيه مش اي حاجه باش على معاك، اللي هو تسالني في اي حاجه انا دايس معاك ليه؟ الحلقات المقابل المادي بتاعها عالي قوي، فطبيعي ان جباسكي هيروح وزيه زي الناس اللي راحت بقى. وبعدين يا جماعه في ناس بدات تزايد بطريقه اوفر قوي، اللي هو ما كانش يستاهلها، ربنا يكون في عونك يا اختي، ربنا ينتعك منه بالسلامه يا اختي، اللي هو ايه ايه ده، هي مراته وهو جوزها لحد دلوقتي، يعني ايه يا معلم في ايه، او ايه يا بنتي في ايه، يعني انت تطلعي فاهمه اكتر منها وهو هيطلع فاهم اكتر، اللي هو ايه يا جدعان الافواره دي، يقول لك ايه احنا في فتنه هتحصل، فتنه ايه؟ انا اتخانق عشان واحد ومراته؟ اه احنا عندنا مشاكل كتير بصراحه، بس مش للدرجه دي، يعني احنا بنتخانق بسبب حاجه تافهه بنكون احنا الاشخاص تافهين، لان احنا هنقعد نركز مع الحاجه دي ازاي؟ يعني يقول لك والله ما يستاهلها يا مصري، ايه احنا بنقول ايه؟ يعني انا عن نفسي كنت طالع في فكره الفيديو بتاعي ان انا بنتقد ان لعيبه منتخب مصر ما بقاش عندهم طموح، ان لعيبه منتخب مصر بقوا امبروطات وجبلات وخسرانين بطوله مش هيعرفوا يعوضوها وخسرانين نهائي مش هيعرفوا يوصلوا له في مسيرتهم. يعني ابو جبل ده كنت فاكره ان هو هيزعل ان هو ده النهائي بتاع كاس الامم الافريقيه الوحيد اللي هيلعبه في تاريخه، ما هو مش هيلعب حاجه تانية في كاس الامم الافريقيه، مش هتمثل منتخب مصر تاني، فانت ازاي مش زعلان؟ ازاي انت وزيزو وكل الرجاله اللي لفوا على البرامج دي ما حسيتوش ان الموضوع مش هيتكرر تاني، ان الحدث ده كان لازم تطلعوا كسبانين فيه؟ ما حسيتوش بيها خالص، اللي حس بيها هو ابو صلاح ده. اه والله بجد الوحيد اللي كل الناس كانت قاعده بتنتقده وحما سلاحه والناس اللي كانت بتخف عليه وبتعمل ترولات عليه لمجرد بس ان هو مش بيلعب في اهلي وزمالك، بس هو الوحيد بجد اللي طلع عنده دم وطلع حاسس، والناس اللي بتتكلم على قصه فعلا قصه اهلي وزمالك، لا القصه مش قصه اهلي وزمالك، القصه قصه ان لعيبه الاهلي مشغولين شويه بس، يعني مشغولين شويه في الامارات في كاس العالم للانديه، غير ان في مدير كرة قوي زي سعد حفيظ، لعيبه الزمالك مستغلين فكره ان النادي في انتخابات ومستغلين فكره ان مرتضى منصور سايب لهم الحل شويه قبل ما ينجح في الانتخابات. علشان كده لعيبه منتشره في البرامج كلها بتحاول تلم فلوس على قد ما تقدر، لان مرتضى بيقبضش بقاله سنين اساسا مش بقاله شهور، فالقصه بالنسبه لعيبه الزمالك يعني مضروبه شويه في حوار الفلوس، بس الاعلام المصري بتاعنا لسه بيستمر بنفس الوساخه اللي هو عليها. بس انا لحد دلوقتي نفسي افهم عزيزي او عزيزتي، انت ليه زعلانه قوي كده بمشكله ابو جبل ومراته؟ ان الموضوع لا يخصني ولا يخصك، واحد ومراته متخانقين عادي، هل تعلمي ان في بلدي او في بلدك بيتم حالات طلاق كل يوم كم عدد؟ هل انت عارفه؟ مش عارفه. هل انت كان يهمك امر مرات ابو جبل لولا ان هي جزائريه؟ ولا كان يهمك صح؟
انا برضو لا يهمني امر محمد ابو جبل ولا يهمني امر مراته، لان انا بالنسبه لي محمد ابو جبل كانت فكره تم استخدامها مره واحده بس، ولا اعتقد ان محمد ابو جبل هيكون موجود تاني معانا في اي بطولات قويه، لان محمد ابو جبل نسبه مشاركته في البطوله اساسا كانت منعدمه، لان كلنا كنا حاطين املنا في محمد الشناوي، بس لولا اصابه محمد الشناوي محمد ابو جبل كان ليه نصيب ان هو يكون موجود معانا. محمد ابو جبل لم ياخذ منتخب مصر بتصديات ضربات الجزاء، لان زي ما كل الناس بتتكلم من فتره طويله ان القصه دي قصه مخططين، قصه محللين اداء، اسف محللين اداء هم بتوع الداتا وبتوع الارقام وبتاع ده شاط فين وده شاط مين وده عمل ايه وده سوى ايه. الكرات الوحيده اللي جبل ما كانش بيتبعت له عليها ما كانش بيروح معاها، غير ان ابو جبل مش حارس بتاع ضربات جزاء. انا مش جاي اقطع في ابو جبل، بس جاي اقول لكم الموضوع ما يستاهلش كل الافوار اللي انتوا عمالين تعيشوها دي. واحد ومراته متخانقين، لو انتوا دخلتوا وسطيهم يبقى المشكله فيكم انتوا. اه المشكله في اعلامنا ان هو وسخ، بس اعلامنا احنا اللي وسخ، فبلاش يا جماعه نقلد الاعلام بتاعنا ونبقى زيهم، يا ريت يعني بلاش. وعايز تعمل لايك خير وبركه، عايز تعمل سبسكرايب خير وبركه، عايز تعمل ان لايك، عايز تعمل ان سبسكرايب برضه براحتك، راحتك.